أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إنني مسؤول عن صفحة في الشبكة العالمية في الإنترنت، وضعت بها ركنا للإجابة على أسئلة زوار هذا الموقع من جميع أنحاء العالم. يقول: إنني مسؤول عن صفحة في الشبكة العالمية في الإنترنت، ووضعت بها ركنا للإجابة عن أسئلة الزوار من جميع أنحاء العالم لهذا الموقع، ثم أعرض أسئلتهم على فضيلتكم، وإلى هذه اللحظة ما زلت أجمع الأسئلة، وسوف لن أنشرها حتى أعرضها على فضيلتكم، هل توافقون على نشرها من جانبكم؟ لا بد من الاطلاع عليها، إذا إن شاء الله رأيناها أسئلة صحيحة، أجوبة صحيحة وليس فيها خطأ، فلا مانع من نشرها. نعم، أما إذا كان فيها أخطأ فلا بد من تعديلها، وهذا يلزمكم في إجاباتي وإجابات غيري، يلزمكم تعرضونها على أصحابها قبل أن تنشر. نعم، كان يريد أن يعرضها على فضيلتكم ثم تجيبون أنتم عليها. لا، هو اللي فهمت أنه يسجل من هذه الأجوبة، أما إذا كانت أسئلة ليس عليها أجوبة هذه نحن لا نشتغل بها، الأسئلة اللي ما عليها أجوبة ما عندنا استعداد لكي نتقبلها ونجاوب عليها، لأن ما عندنا وقت في هذا. لكن إن كان قصده أنه يسجل من هذا الدرس فلا بد من عرضه قبل أن ينشر.